شو جاي تعمل هون يا ولد؟ جاي اردلك مصرياتك. كلفناك بالشغل وعملته واعطيناك حقك، ليه بدك ترده؟ ليرتاح ضميري. انت حر، كل اللي بهمني انك تضلك بعيد عن بنتي. واضح؟ واضح. بعدك عم تفكري بالموضوع؟ أكيد بعدني عم ببرم الأشياء براسي، ما عم بفهم شو اللي صار وما عم بوصل لحل ولا لنتيجة، إلا أنه ما خبر لا فاتح ولا كامل ولا عبدالله بإني قبضت حقي. ما حدا منهم لازم يعرف. خلينا نترك الأمور مثل ما هي، منشوف شو بده يصير. إذا جيهان خبرت فاتح وهو خبر الكل، شو رح يكون موقفك؟ لو جيهان بدها تخبر بيا عن علاقتها بجو، ما كانت تصرفت بهاي الطريقة. هن اتنيناتهم مخبيين على بعض انهم بيعرفوا جو. هلأ فاتح إذا ما مخبر بنته شو عامل بجو أو شو في بيناتهم بفهم، بس هي اللي ما بدها تخبر بيا انه بتعرفه. يمكن نحن عم نكبر الموضوع أكتر ما بيستاهل، يمكن مش جيهان اللي بعت المبلغ وما يكون في أي علاقة بينه وبين جو سليمان غير الشغل مثل ما أنت قلتيلي. ولا ممكن يكون جو هو اللي عمل هالشي، لكن في طرف ثالث عم يتحرك. مين له مصلحة يرد لي حقي؟ ومين هو هالطرف الثالث؟ فهد مثلا؟ فهد بعده اكل ضرب بيسوى حياته، بده سنة ما بيقدر يطلع منه. بعدين هو ما بيعملها. لكن ما في الا حل واحد، لازم تعرفي شو في او شو كان في بين جيهان وجو سليمان، هيك فيك تبني فكرة واضحة اذا هي دفعت المبلغ من حسابها وشو السبب. هيدا اللي رح يصير. هيك صار يا بنتي. أنا ما بعرف مين هيدا فراس، عصام اللي تكفل بكل شيء. مش عم صدق اللي عم بسمعه. طالما سمعت الحقيقة من بيك فما عاد في لزوم تسمعيها مني. خايفة عليك، ما في سبب تاني. لو ما اكتشف الحقيقة بينك وبين هيدا الواطي كان كفى لعبته عليك وما حدا عرف لوين كنا وصلنا. أنا ما عملت شي غلط، استأجرت هذا الإنسان بوظيفة باديجارد، ولما عرف من نبيل إنك أنت بنت عبدالله خليفة طمع وكان عم بيخطط ليتجوزك خطيفة بعد ما تتعلقي فيه وتحبيه. ساعتها كان رح يحطني قدام الأمر الواقع، هيك هو خبر نبيل، ونبيل قدام هيدي الحقيقة ما قدر يخبي علي، ومن خوفه عليك نقل الموضوع مثل ما هو. قدام هيدا الموضوع اللي صدمني مثل ما صدمك، وحتى اني الموضوع على السكت بدون ما اجرح لك شعورك، اتصلت فيه وقلت له يطلع لعندي. فوت انا وياه على 25000 دولار حتى يبعد عنك بالمنيح، بس لما شافني كل هالقد محروق طمع وطلب 100000 دولار. ساعتها انت وصلتي، فما كان قدامي الا اني افضح قدامك، حتى لو كنت خططت انك انت تفشلي بمهنتك، بس كان عذري معي. ما كان بدي اياك تبعدي عني، كان بدي اياك تضلي حدي وتحت رعايتي. ما
بعتقد انه هذا حقي كبي بحب بنته مثل ما انا بحبك. اماني ثاقبة التقيت فيها، كان شادي عم بياخد رأيها بالمشروع. وأكيد سألتيها عني. ما بعرف، لكن عندي الحشرية اسألها عن قيمة المبلغ اللي اتهمتك إنك أخده منها. طب أحجك أقول إنك سارقه منها. قلت لي إنه كان كبير وكان معكم شركة. سألتك إذا عم تشوفيني؟ وشو في بيني وبينك؟ قلت لها كان في مشروع بيناتنا من زمان بس ما اتفقنا أنا وياك. ما في لزوم تعرف أكتر من هيك. علاقتنا بتخصنا نحنا وحدنا، هيدا أول سبب. تاني سبب بعرف إنه في مشكلة بينك وبينها، فمش من حقي أتوسع أكتر بالموضوع. اللي عملتيه صح، تصرف مسؤول، بدل على قد إيه أنت إنسان بتحترميني، بتحترمي الأشياء اللي بتخصنا. أنا هيك مع كل العالم، كيف مع الإنسان اللي بحبه. حدا غير شادي بيعرف هالشي؟ ما بعرف، ليه عم تسأل؟ ما بدي حدا يتوسع بالكلام عني قبل ما خلص مشاكلي مع زينة ومع غيرها. بعتقد هي عندها نفس الاتجاه، بدها تخلص من مشاكلها معك من دون فضايح. مع جو. شو بكي؟ ليه صوتك هيك؟ كأنك عم تبكي؟ مش كأني عم ببكي، بكيتو خلصت. ما رح ياخد من وقتك كتير، بس تخلصي أنا ناطرتك بالبيت، ضروري شوفك. طب حكي ولا يهمك، في شي؟ ايه في شي، لما شوفك بخبرك. ما بدي أحكي قدام جو. يلا باي باي. في شي؟ ما بعرف، ما قلت لي، بس صوتها ما عجبني، كانت عم تبكي. لازم روح شوفها. أعطيني بعد 10 دقايق معك لأني مشتاق لك، وبعدين روحي شوفيها. أكيد بهالشي هي فراس، بيكون عامل شي عملي ومزعلها تفرطها بالبكي. فراس طيب وبحبها، ما بعتقد هو اللي مزعلها. شو عرفك إنه طيب بحبها مش هو اللي مزعلها؟ وكلها مرة واحدة التقيته. اعتبريها قراءة أولية، والمكتوب بينقرا من عنوانه. تذكر القراءة الأولية بيناتنا ما كانت ناجحة أبدا، وعنوان المكتوب كان كارثة. اللي بيناتنا شيء استثنائي، والأيام اللي جاية رح تأكد لك هيدا الشيء. وحسب ما شفتهم مع بعضهم، هن كمان اللي بيجمعهم شيء استثنائي، بيشبه كتير اللي بيناتنا. مين ممكن يكون عامل هالضرب فهد ورشيد؟ جو سليمان، ومين في غيره؟ وشبحه رح يضل بهالمنطقة، يا رب تنجينا. ما تستبعد شيء، مع اني مأكد انه فهد هو يلي عاملها، بس عم بفتش على حدا يلزق الخبرية. وليش بتشيل من حسابك انه رشيد ممكن يكون سارق حاله وسارق فهد؟ صحيح انه فهد مش هين، بس بيضل دقة قديمة، بيحترم الأصول. وليه بده رشيد يعمل هيك؟ يمكن لا يخلص من فهد نهائيا ويفتح مع الشيخ للاخر من دون وسيط. ما في شيء بفرق الاصحاب والاصدقاء الا المصالح العليا. مش بعيده، مع انه اثنيناتهم كانوا عم يتطلعوا فينا وكانه نحن المتهمين. على مسلوا على بعضهم، بس الحقيقه محصوره فيهم اثنيناتهم. او بشبح جو سليمان. فاتح عارف انه حطيت كل اللي معي بهالعمليه، وقصد يقطعلي ظهري ليستفرد برشيد ويتخطاني ويصير الشغل بيناتهم وعلى الواسع. قتله حلال اذا كان صحيح هو يلي عامل فينا هيك. ما كان لازم نوثق فيه، خصوصا انه نحن عاملينه فيه قبل بمره. وردلنا اياها بس اكبر بكتير. حق علي بشي واحد، ما كان لازم اعرفه على رشيد. صح معلم،
كان لازم يضر رشيد بالنسبة لهذا الخبيث الطميع رقم صعب. هالمرة كنت أنا الطميع بس ما عرفت لعبتها بخبز. حق علي معلم، ما عرفت حافظ على الأمانة ولازم صلح غلطي. بدك اقتله بقتله ساعة اللي بدك، ومش وحده، كلهم بقتلهم بليلة وحدة. إذا قتلناهم مش رح نستفيد بشي. خلينا بالأول نفكر كيف بدنا نرجع مصرياتنا، وبعدين بنقتلهم واحد ولا التاني. تحليل يلي أنت قلته أقرب شي للمنطق، والفكرة رح تعجب كتير الشيخ فاتح. هذا مجال التحليل، بس لازم نضل حاسبين حساب شو ممكن تكون ردة فعل فهد في حال ركبت براسه انه نحن ولا اللي صار. يروح يبلط البحر، نحن ما لنا علاقة بهالشي وما في يثبت علينا شي. على كل حال بكره بتروح لعنده، بتعرف بشو عم يفكر. بتلاقيها منطقية انه يروح لعنده؟ اكيد، انت في علاقة شخصية معه ولازم تروح توقف على خاطره، غير هيك رح يفكر انه صحيح نحن ورا هالشي. انا خايف انه من ورا هالزيارة يستنتج انه انا وجماعتي اللي غدرنا فيه. مش جديدة، بكون هو ورشيد قدام بعضهم ما خلوا حدا منا ما اتهموه. اوف، لهالدرجة ممكن الشك يروح فيهم؟ واكتر من هيك، مش جو سليمان هني بيعرفوا انه نحن صفيناه وخلصنا منه؟ بكرة بتشوف حتى هو رح يتهموه. تصبحوا على خير. الله معك. شو؟ أنت كمان عم تبكي؟ لا مش عم ببكي، بس هيك من التقس دمع عيوني شوي. شو صار معكن؟ لأمان اتصلت بجهان عم تبكي وقالت لها تلاقيها. خلص انتهى كل شي بيناتنا. ظل ضب السيارة تحت وفوت تنحكي على رواق. ما عم بستوعب القصة، ما عم بصدق، ما عم بصدق إنه هيدا الإنسان يلي حبيتيه بكل صدق كنت مستعدة تترك الدنيا كرماله يبيعك بشوية مصاري. ما عم بصدق، ما عم تركب براسي. تتخيلي في رأس ممكن يطلع بهالوطاوة؟ معقولة إنسان عنده كل هالقدرة على الكذب والغدر والغش؟ بتصدقي إذا قلتلك البابا عم بخبرني حقيقته وهو ساكت ما عمل ولا ردة فعل، وبدال ما يدافع عن حاله قال لي ما زال بيك خبرك الحقيقة، ما في لزوم تسمعيها مني. مش الحق عليه، الحق عبيك يلي حط بطريقك واحد نصاب وشحاد وبلا أخلاق بلا ما يسأل عنه ويعرف من أي وكر طالع هيدا الواطي. تخيلي كنت رح أفتح أنا وياه أتوليه، كنت رح أتكفل بكل شيء وحطه شريك النص بالنص لأنه شفته حزين ومنهار ومتضايق. هلأ فهمت ليه قال لي ما تخلي نبيل يعرف أنه أنا وياك عم نلتقى، كان بده يسرقني من دون ما حدا يعرف. منيح اللي انكشف قبل ما تتورطي معه أكتر، بدل ما تبكي عليه من الحزن بكي من الفرح أنك خلصت منه. عبدالله كشف كل اللعبة قدامه، خبره كل شي عملته معه، واني سلطت الصحافة عليها، واني كنت عم فوضه عمية ألف دولار حتى أتركها، وفرجيها المصاري اللي بديته اليوم. وهذا الشيء كان دليل قاطع اني كنت عم فوضه أكثر من 25 ألف دولار.
وليه ما دفعت عن نفسك قدامها؟ ليه ما قلت لها انك جاي ترد المبلغ وما بدك بقى تكمل بهاللعبه؟ موقف قدامك كان ضعيف والتوقيت كان غلط. ما كنت عارف اني رح التقى فيها. طار كل شيء من راسي يا يوسف. كنت واقف قدامها مثل شي صوص واقع بالمي. ما كنت عارف كيف بدي اهرب من عيونها. اول على اخر المعركه مع عبد الله كانت رح تبلش. يمكن التوقيت ما كان مناسب بس الظروف هيك حكمت. بعدين اماني رح تعرف الحقيقه وانه ما كانت هي المقصوده باللي صار واللي رح يصير عن قريب واقرب ما بتتصور. ما ابشع هالموقف اللي انا وقفته. وفيني خبرك قد ايه كان قاسي. بعد في مواقف رح توقفها اقسى من هيك بكتير. ضايعة. مش عارفة كيف بدي انتقم منه. مش عارفة كيف بدي دمره. مش عارفة كيف ممكن انا وياه نرجع نوقف وجه بوجه. خلص بدك تعتبري انه في راس خلص من حياتك. مع الوقت تتعودي على الفكرة ترجعي للواقع ببلشي من جديد. صدقيني واحد مثل هيدا حتى التفكير بالانتقام منه ما بيحرز. الكلام كتير هين جيهان، بس اللي انا فيه هلأ بدي وقت طويل حتى انساه. مش لأني حبيته، لأنه ما عاد عندي ثقة بحدا. خدي وقتك، المهم تكوني اخدي قرار انك تنسيه. ما تخلي علاقتك بفراس تكون نهاية العالم. بالعكس، الواحد ما بيتعلم إلا من أخطائه. بكرة لما يوعى فراس ويفكر منيح بيعرف انه كان رح يربح شوية مصاري بس خسر إنسانة ما إلها تمن. خسر أماني خليفة. كنت دايماً قلك إنه في سبب تلاحقني بهالطريقة، في علامة استفهام، طلع إحساسي بمحله. ما تزعل كتير. بنهاية علاقتنا بأمان وجيهان علاقة ما لها سقف. صحيح انه الحب كان موجود وبقوة بينك وبين اماني، وموجود وبقوة بيني وبين جيهان، بس نايناتنا كنا عارفين انه هذا الحب وصل لنهاية ورح يتحول لكره وحقد وانتقام. بس انا ما كنت حاسب رح ينتهي بهالطريقة. بدل ما اطلع بنظرة ضحية بيا طلعت هي ضحيتي، وطلع عبد الله خليفي هو المنقذ. أنا رح لاقي الطريقة اللي ترجعك أنت الضحية بنظرها. بس تركني فكر على رواق وأعمل حساباتي بدون ما أكشف حالي قدام جيهان. لا يا يوسف، في قدامنا هدف لازم نوصل له. ما بدي شيء يوقف بطريقنا. يمكن أقدر أنسى أماني، بس ما بقدر أنسى بيا وكامل وفاتح ودموع أمك وأهلي. هذا الموضوع بيريحني وبيخليني ما أعود حس بعقدة الذنب انه انا كنت السبب اللي صار معك. على كل حال هلا في موضوع اهم. وين اللابتوب؟ بالسياره. بدي اياه ضروري. واتصل برولا تيجي لعنا هلا. هلا طمنت انك عندها. بليزي خليكي حتى وفهميها انه اللي عملته كان لصالحها. حتى لو كنت مزني انت صرتي تعرفي الاسباب. ما كنت عارف كيف بدي رجعها على البيت. بالنهايه انت بيا، ما حدا رح يحبها بهالدنيا اكثر منك. لا نبيل ولا فراس ولا حدا على هالأرض. كنت خايف عليها بنت لوحدة ببيروت، وأنا أخذت بنصيحة الأستاذ عصام وهو اللي كلفه إنه يدير باله عليها. أنا من وين بدي أعرف واحد نصاب مثل هيدا؟ بفهمك عمو، بس هلأ أماني مش قادرة تستوعب يلي صار. تركها لتروق الأمور بعدين كل شي بيرجع طبيعته. جيهان بليز خليكي حدا وما تتركيها، وعالجي الموضوع أنت بطريقتك الخاصة. تصبحي على خير. وانت من اهله انتبه على حالك، ما تعصب. ان شاء الله خير. ان شاء الله. هيدا الفرق بين الاهل والناس الغربة. بيك مش قادر ينام قبل ما يطمن عليك، وفي راس ما منعرف هلا وين سهران مع اي شرشوحة من مستواه. يسهر مطرح ما بده. المهم انا ما عود التقى فيه ولا اسمع شي عنه. حتى لو التقيت فيه بتخليه يحس انه واحد واطي بلا اصل، مش معروف من اي مجرور طالع. Thank you.
شو بكون؟ شو فيه؟ ما في شيء. حابين نعمل زيارة للضيعة وبدنا تكوني معنا. شو بدك تشوف من هالضيعة بهالليل غير أرواح شريرة زراعة فاتح الحج؟ هلا بقلك على الطريق. تفضلي. يعني كلام ألان في وجهة نظر، إذا كانت هيدي نية رشيد رح نتركه هو يعمل الخطوة الأولى بعدين منلاقيه. طالع عبالي فرجيه مين أنا، يظهر إنه فهد مش عاطيه فكرة عني على الأرض. لازم يعرف إن اللي بيدعس على إجرنا بندعس على راسه. ساعتها شو رح يكون موقفنا من فهد؟ نتركه ولا لازم نعمله إياها بالأول وبعدين منتفضل رشيد على رواق؟ فهد لما كان بكامل قوته ما حسبناه له حساب. هلا هو وغرقان بده يتهمنا. على كل حال لما نقطع راس الحية الدنب ما بيعود يخوف. ما تنسى انه حامل اسرار كبيرة، واذا اخذ قرار علي وعلى اعدائي يا رب مش رح يوفرنا، رح يعملنا مشاكل مع الدولة وخصوصا بقصة جو سليمان. صحيح حامل أسرار كتيرة وكبيرة، بس ما في بإيده ولا دليل ملموس. جو سليمان اختفى وصار فعل ماضي. حكينا قدامه كلام وكلام والكلام ما عليه جمرك. شو رأيك نسبقهم ونفتح نحن المعركة قبلهم؟ لا 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 لا، أنا ما بحب أتعدى على حدا. الأول منشوف هني شو ناويين، بعدين نحن منرد بالوقت المناسب. هيك صار معي وانتهت القصة بهالطريقة. لك انت لو سمعت مني ما كنت وصلت لهون. بعدين على اساس بدك تنتقم من عبدالله بواسطة أماني؟ وين صار كل هالانتقام؟ شايفتك رح تتقبل تعذيب هالحب العظيم، يعني مش ناقصك غير تشهق وتبكي. مشان هيك عملوا أفلام سينما سموها غرام وانتقام. ليه إذا خبرنا قصتنا أنا وياك ما رح يفكروها فيلم سينما؟ مين رح يصدق إنه ابن سليمان إبراهيم مغروم ببنت فتح الحج، وابن خليل سالم مغروم ببنت عبد الله خليفة، وبنعرف شو كان فيه بين أهلنا وأهلهم؟ فتش بأرشيف الزمن بتلاقي كتير صار معهم نفس الشيء، بس بتختلف النهايات. لك الله يسترنا من النهايات. الصورة بتنطق وبسمع صوتك وبتقلي وين موجود. إذا كنت بعيد طولت الغيبة علينا يا مختار. اشتقنا لك يا حبيبي، اشتقت شم ريحتك وبوس ايديك وقبرك. خايف يموت يا سليمان وما تكون حدي. خايف يموت وما يكون آخر نفس بتنفسه وأنا عم بتطلع بعينيك. يقبروا لي عينيك وإذا كنت تحت التراب حتى التراب عم يبكي عليك يا سليم. يبكي عليك.
هيدا بيتك يا يوسف، بعدك مذكره؟ لا قدرت انسي، بقي ببالي كل هالسنين، كان عايش فيي وعايش فيه. كنا صغار، كنا ننطر لعيد كرمال هدايا المختار، كان يعتبرنا مثل ولاده، وما كان يرضى يفرق بيناتنا لا بالهدايا ولا بقيمتها. ما كان في غريب إلا ما دق هالباب، ما كان في فقير إلا ما كان ياكل بهالبيت، ما كان في مقطوع إلا ما كان يلاقي خي وصديق بسليمان إبراهيم. خوف يكون بي عايش وحده وغريب، ألاقي سقف يحميه، مقطوع ألاقي ولا صديق يقويه، فقير ما لاقى مين يطعميه. خوفي كلنا نرجع عالبيت والمختار يضلوا بعيد. المهم يرجع ونعرف مصيره، مثل ما قال راد انه نلتقى بعد هالغياب. ان شاء الله ارادته بتكمل ونقدر نلتقى ببيك. هلا قادر على كل شيء. خديني عبيت عبد الله. شو الهدف من يلي عم تعمله؟ بعدني لهلا مش فاهمانه. بدي اذكرهم فينا، بدي اياهم يعرفوا انه في شهود على اللي عملوه فينا. بدي اعيش الذكريات، لانه مع الذكريات بتبلش الكوابيس. هاي اول مره بحس حالي فعلا موجود، واللي كان حلم على ايدك رح يتحقق. طول بالك فراس، المسافه طويله، الأحلام نوعين، عندك الأحلام الوردية والأحلام المرعبة. نحن يلي عم نعيشه أحلام مرعبة وصعبة ما رح تتحقق إلا بالدم. هذا التشبيه الصحيح لو أنا. يا مضلنا عايشين بالرعب وخايفين من الدم، يا منطلع من الأحلام الوردية اللي بلون الدم. خلونا نقلب عليهم الطاولة فرد مرة لا يعرفوا أنه يلي خلف ما مات. هيدا الجملة اللي لازم يقراها فادي. خدينا عبيت عبد الله.
وين سليمان ابن عمك يا كامل؟ هلا هلا. شو بيك عم تصرخ هيك؟ مدري اي ابن كلب حاطط لي هالورقه. مين بده يكتب هيك ورقه يا كامل؟ عم تساليني؟ مين زارنا اليوم؟ ما حدا عم بيزورنا ولا عم نزور حدا. بعدين اللي بده يحط هيك ورقه ناطر لزيارتنا؟ والله اذا حدا من القرايب عمل هيك للحقوا بالمختار وعائلته. الله يساعد هالقرايب، ما بقى في حدا منهم لا يهش ولا ينش، بدهم الستره. روح شوف بلكي حدا من جماعه عبد الله او فاتح عامل معك هالمسحه. والله معقول كتير، بس مسحه كتير تقيله ومقلبه. إذا سألوك عن سليمان إبراهيم قلن أنا اللي بدي أسألكن، لأنه ما حدا غيركن بيعرف وينه. أنا رايح، إذا حدا سأل عني قليلن عند الرئيس. إذا ما رجع سليمان إبراهيم رح تلحقه يا عبد الله.